لم أسعى يوما في يوم من الأيام لأن أكون مكرما. إن الإنسان عندما يتولى المسؤولية فهو يعمل واجبا عليه. أشعر بالمسؤولية، أشعر بثقل حمل الثقة، وأحاسب على خطواتي أكثر حتى أكون إن شاء الله عن حسن ثقتكم. وأشكر مشاعر الشعب السعودي على ما شفت منهم من عناية واهتمام. هذه دولتكم، هي منكم وأنتم منها. نحن كآباء وهم كأمهات مسؤولين عن أبنائنا، ويجب أن يعرف أبنائنا حقائق واقعنا وماضينا. يا أبناء ويا بنات، يجب أن نفتح عيوننا كما ينبغي، ونعرف ما نحن فيه، من يحبنا يغبطنا، من يكره هذه البلاد ونعوذ بالله يحسدنا ما نحن فيه. ما نقول نحن كاملين ولا أبدا، لكن رحم الله من أهدي عيوبي. وشكرا.